السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو مصعب؟ طيب اسمع، عامل ايه يا ابو مصعب؟ لا ده انا لازم اجي فجأة كده عشان نعرف نتكلم. اخبارك واخبار الشغل معاك يا ريس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك يا استاذ ايمن. شركة الهدى بلس منورة بيك يا ريس. الله يبارك فيك، ده انت نورتنا النهارده والله يا استاذ ايمن. ربنا يخليك يا ابو مصعب. عامل ايه؟ معلش احنا جينا فجأة كده النهارده عليك يا ابو مصعب. تشرفتنا والله يا استاذ ايمن والشاهد وجريدة الشاهد. يا مرحبا بيكم يا اهلا وسهلا. حبيبي حبيبي الغالي، ربنا يبارك لك. بالنسبة لموسم العمرة ابو مصعب يبدأ امتى او يبدا ازاي؟ ان شاء الله هو موسم العمره عامه احنا ده بيبقى تبع سيستم، طبعا تبع وزاره الحج في السعوديه وتبع السيستم اللي هيشتغل في السفاره هنا او الخارجيه. تمام. وبناء عليه احنا هو بيدي اختار للسفاره هنا واختار لوزاره الحج هنا، وبتبدا بناء عليه تشتغل المكاتب. كلام جميل. فهو عامه بيكون في شهر 10 بيبدا ان شاء الله او في اول 11 غالبا، ويعني السنه دي ما شاء الله بدا بدري يعني. تمام. طيب بالنسبه لل هنقول ايه مصاب، يعني الاسعار مثلا ما بين كذا؟ والله الاسعار يا استاذ ايمن بتختلف من مكتب لمكتب، وده بيرجع حسب حجزه للباصات، حسب حجزه للفنادق، حسب تذاكر الطيران. في اللي بيحجز طيران في وقت يكون الطيران غالي، في رخيص، تذكره النهارده بالنار بكره بالنارين، يعني بالمثل يعني. تمام تمام. برضو نفس النظام، مكتب حجز بيبقى حاجز فندق 3 نجوم، في قريب في بعيد، في فندق 4، في فندق 5، في باص 2010 2015 2018 2020. كلام جميل. في يعني كله بيبقى حسب الامكانيات او حسب الرحله او الكلام من ده كله. تمام. بس دلوقتي يعتبر اللي ماشي في السوق يعني يعتبر الست ايام مثلا 65. ايوه. من كذا لكذا يا ابو مصعب؟ يعني مثلا الست ايام مثلا بيبقى 65. ايوه. السبع ايام بتبقى 75، اللي هي الثمان ايام عفوا 75. طبعا في بيبقى عامل ال 10 ايام ب 85، وفي اللي عاملها ب 90. تمام. وبرده نفس السعر في ام 65 دي، في ناس عاملها ب 60 وناس عاملها ب 70. حلو قوي. يعني كله يتراوح حسب المكتب. ايوه. تمام. كله يتراوح من 60 65 70. أيوة. من الثاني 70 75 80. والثاني 80 85 90. حلو. يعني هي 5 دنار بتلعب ده الفرق. ايوه. في الباص او الفندق. حلو. الفرق بين المكاتب يعني. تمام. بالظبط. يعني ما تزيدش عن 5 دينار. لا 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 لا، هو اللعب كله بيبقى في المبلغ ده بالظبط. طيب ممتاز. طيب بالنسبه للطيران بقى مصعب، نظامه يكون ازاي مثلا؟ والله الطيران حضرتك في عندنا بيبقى جروبات، واحنا واخدين مقاعد من شركه من شركات الطيران، سواء السعودي او الكويتي او ناس او اي نوع ايا كان من انواع الطيران. كلام جميل. بنبقى واخدين عليه باكج كامل. كلام. ساعتها بيبقى السعر معقول جدا بالنسبه للمقاعد، ب 70 و 80 رايح جاي. نعم. بنوفر هناك مواصلات داخليه. كويس. بنوفر فندق 4 نجوم. كلام بعض جميل. بعض الاحيان بيكون بافطار وبعض الاحيان بدون افطار حسب العميل او حسب تنظيم الرحله. كلام جميل. لان في عميل يقول لك طب ما في واحد عاملها ب 150 وفي واحد عاملها ب 140 في واحد عاملها ب 170. نعم. برضو ده بيرجع للخدمات وبيرجع حسب انت ما بتتفق مع الفندق على الغرف. تمام. النظام الفندق بعيد قريب. طيب. تذكره الطيران جابها غاليه جابها رخيصه، وفي عندنا رحلات انت بتحددها. طيب. لان رحلات الجروبات دي بتبقى متحدده بالمكتب، عشان انك بتطلع مع الجروب. تمام. في وقت وبترجع في وقت معين مرتبط بمجموعة. ايوه ايوه. اما في بعد كده دي بتبقى غالبا يعني بتبدا من 145 ل 165 الفرد. تمام. والاطفال طبعا بيبقى اقل من كده في السعر. طيب ثانيه واحده بقى. يلا باشا. طبعا موضوع الطيران بيختلف في سعر الكبير من الصغير من الطفل، وبعض الاحيان بيختلف في موضوع اللي هو الفندق بس. تمام. يعني غالبا اغلبيه الطيران بيدي سعر التذكره الكبير زي الصغير. حلو جميل. فدي ما فيهاش فرق. تمام. التاشيره طبعا دي سعرها ثابت للكبير والصغير. تمام. هو الفرق بيبقى في الفندق. تمام. ان هو مثلا ده ليه سرير او ملوش سرير. طيب. غرفه ثلاثيه رباعيه، ده بيتحكم في السعر، وده بيبقى تبع الجروبات. اما بالنسبه طبعا للرحلات الخاصه، مثلا لو انت عايز في تاريخ معين او وقت معين. أيوة. ده بقى ما بيبقاش متوفر مثلا في المكتب، فبنضطر ان احنا نحجز لك على مواعيدك اللي انت عايزها بالاسعار اللي هتكون متوفره. كلام. ليه؟ لان طبعا هيبقى سعر التاشيره زي ما قلنا ثابت ما بيتغيرش. الفنادق. حلو. عندنا متوفره واحنا متعاقدين معاها ومظبطين معاها على طوال الموسم. حلو. فبالتالي يبقى السعر موجود وثابت. تمام. يبقى اذا الاختلاف بيكون فين؟ في. نعم. تذكره الطياره. نعم. سواء حسب الرحله. ففي واحد موعد. مثلا يجي تقول له مثلا تذكرتك ب 80 ب 85 او ب 70 75، يقول لك لا ده بره. طيب انا بشوفها على النت. نازله حوالي 5 دينار 6 دينار 10 دينار. هقول له يا فندم بعض الاحيان بتتفاجئ ان التذكره دي بتكون بدون وزن. نعم نعم. خد بالك للنقطه. نعم. دي نعم نعم. او شنطه واحده.
او شنطه واحده. نعم. لكن نعم. انا لما بحجز لك كمكتب عندي لا انا بحجز لك وزنك كامل وتذكرتك كامله ذهاب وعوده سواء في الوزن رايح او الوزن جاي ممتاز. وطبعا المكتب بياخد عمولته زي ما يكون على التذكره اللي هي معقوله يعني طبعا. وبتضمن في نفس الوقت انك تغير او تبدل او تزود في عوده او تنقص في ده بيبقى بايد المكتب. ليه؟ لانه واخد من على موقع الشركه نفسه نعم. وفاتح اياته شغال عليها بيقدر يبدل ويغير ويدفع فروقاته كلام ده نعم. اما النت غالبا 90 او 95% نعم. ما فيهوش لا تقديم ولا تاخير. دفعت الفلوس بوكيت نعم. او على الكارت البنك نعم. وحجزت خلاص. التعديل بعض الاحيان مش غالبا بعض الاحيان بيبقى صعب ايوه بتدفع تضطر تتورط خلاص بقى خدت التذكره يبقى مش هتقدر تغير نعم. نعم. فهو فرق النت من المكتب واللي بتبص له انت الخمسه دنار سته دنار ليها عواقب كتير مش كويسه نعم نعم ان ده مكتب هو ملزم ان يغير لك هو ملزم انه كذا حتى لو في فرق بسيط كلام جدا. اما النت مش ملزم بحاجه بتدفع كده خلاص كل سنه وانت طيب كلام. الدنيا خلصانه معاك على مواعيدك نعم نعم. وممكن تاخدها اقل في السعر بس تتفاجئ لما تروح تسافر تلاقي الوزن يختلف نعم. طب بالنسبه للباصات اللي هناك يا ابو مصعب لو انت طالع بري بنسمع يقول لك انه يعني مفيش مبيت مثلا في مكه مفيش مبيت عفوا في المدينه تمام فليه يعني مفيش مبيت في المدينه دي رحله بتكون ايه يعني مش فاهم مش حاجه بس نعرفها للناس لا لا هي مش كده هي احنا بنحسبها ازاي يا استاذ ايمن اتفضل يا استاذ في بعض الاحيان بيبقى في مواسم معينة لدول أخرى زي العراق نعم. زي إيران نعم. زي تركيا نعم. في دول باكستانية الدول دي بتنزل المدينة الأول أيوة. ومصر نفس القصة تمام. بينزلوا المدينة الأول وبعد فبيضطروا يقعدوا مثلا في المدينة 4-5 أيام وفي ناس بتقعد 10 أيام نعم. ويروح مكة يقعد ليلتين يعني عكسنا احنا بتوع الكويت تمام؟, تمام فطبعا علشان تروح لفندق تقول له أنا عايز 20-30 غرفة ليلة واحدة أو نعم. ليلتين نعم. يقول لك آسف ليه؟ هيقول لك انا راجل بيجي لي جروب من العراق او من اي دوله من الدول دي بياخد 10 ايام كاملين أيوة. فيها افاده ليا أيوة. وراحه ليا في نفس الوقت ناس طالعه وناس داخله نعم. في نفس الوقت يعني فيها يخاف ان يديك الليلتين في اثناء الليله اللي انت هتاخدها او الليلتين يجي له جروب ما يلاقوش مكان أيوة. يبقى انت ضيعت عليه 10 ليالي تمام يبقى هو بيستفاد من ابو 10 ليالي وخمس ليالي وست ليالي اكتر من ابو ليله وليلتين نعم. علشان كده بنلاقي احنا صعوبه نعم. في حجز الفندق تمام. فبنعمله زياره او مرور علشان نعم. ما نروحش هناك نبقى واعدين الناس وتتفاجئ الناس ان مفيش فندق نعم. يبقى نعم. نضطر بعد كده ندخل في مشاكل مع الناس كلام فدي جميل. انا ما كنتش واثق ان الليله او الليلتين اللي انا هاخدهم فندقهم اوريدي محجوز أيوه. يبقى انا ما طلعش الرحله على الوضع ده طيب. يبقى هنبه على الناس يا جماعه لا رحلتنا كلها بمكه ويوم زياره المدينه وبالليل نطلع على مال الكويت تمام لكن لو في مجال أوه. ما عندناش مشكله الا هيمنع من كده تمام كله بيتحدد بالاسعار يعني انا مش هسكنه على حسابي ولا اقعده على حسابي نعم. ده راجل بيبقى دافع فلوسه عايز ياخد حقه تمام وانا بدي له حقه بس. طيب نصيحه بقى للجماعه المعتمرين من الكويت للسعوديه ايه النصيحه المهمه جدا اللي تفكر فيها وتقولها لهم النصيحه اللي انا بفكر فيها انك انت دايما بيقول المثل يا نعم. غريب أيوة. خليك اديب تمام في ناس كتير ما ننكرش كويسه ومحترمه وبتروح الرحله وبترجع حتى لو حصلت اي هفوات او اي اخطاء نعم. بتسامح بيقول لك غالبا بيحصل عادي يعني انت رايح عمره يعني مش انت رايح عمره فانت رايح على اساس انك انت خلاص يعني رايح تغفر ذنوبك نعم. ورايح تدعي نعم. ربنا ورايح تصلي ورايح بالله. تعتمر ورايح تجدد حيويتك ونشاطك وايمانك فما فيش داعي انك انت مثلا تحتك بحد او تعمل مشاكل كمان في نفس الوقت الناس اللي هناك في الحرم بتتعب جدا 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 نعم. والتعب ده محدش هيقدر يقيمه غيرهم هم لان هم نعم. اللي عايشين فيه انت راجل بتروح مزبوط. تاخد يومين ثلاثة اربعة مزبوط. بتستمتع وتمشي مزبوط. بتسيب وراك ضغط من أيوه. حراسة من امن من نظافة من كل حاجة نعم. فانا انصحك ايها المعتمر نعم. انك انت لما تروح تطلع عمرة تبقى طالع خالص لوجه الله نعم. تبعد عن المشاكل تبعد عن اي مشكلة سواء مع الحملة او مع غيره تمام. ولو الحملة اثرت معاك بكل ادب وبكل ذوق وبكل احترام لو سمحت انتوا قصرتوا معانا في كذا وكذا وانا عايز حقي دي فيهاش حاجه نعم. ما تزعلش نعم. لكن ما فيش حاجه هتيجي بالمشاكل ما فيش حاجه هتيجي بالخناق نعم. ما فيش حاجه هتيجي بالكلام ده كله نعم. في نفس الوقت لما تيجي تلقط اسعار عشان تطلع حمله
ياريت تسأل عن الحملة وتسأل عن الناس اللي طلعت فيها قبل كده. نعم. وتعرف ده ليه رخيص وتعرف ده ليه غالي وتعرف ده سعره كذا ليه وده سعره كذا ليه. الخدمات يعني. الخدمات اللي بتتقدم. نعم. وتعرف الفرق بين الحملة دي والحملة دي. تمام. والكلام من ده كله. لكن ما تحكمش على حملات بدون في واحد مثلا تيجي تقول له انا طالع عمره لك روح لفلان. ايوه صح. طيب. صح بيحصل. طيب هروح لفلان. هل انت بجد طلعت معاه وارتحت معاه؟ أيوة. ولا بتودي له عملاء وناس وعلى اساس تطلع مره ببلاش في السنه مثلا ولا مرتين ببلاش؟ مزلوط. بيحصل. هات لي عم ايمن زبونين 10 5 وقت ما تحب تطلع تعالى طلعك ببلاش. نعم نعم. واعملها زي دعايه واعملها الكلام من ده كله. الكلام ده انا بقوله وانا عارف انا بقول ايه. نعم. الانسان لا مؤاخذه معلش مع احترامي ليك روح مكتب واثنين وثلاثه واقعد وتفاهم وتفاوض وتكلم. اتصالك واستفسارك على حاجه واحده تواريخك للرحلة. نعم. لكن كتفاصيل لا. نعم. روح اقعد قدام الشخص. نعم. ولو كده خد تفاصيلك في الوصل بتاع الفلوس. ايوه يعني. أيوة. انا مثلا رحت عند ابو مصعب بحجز معلش ابو مصعب الرحلة كم يوم؟ 8 ايام من امتى لامتى لكذا لكذا. طب فندقنا ايه في مكة فندقنا ايه في المدينة؟ أيوة. طب الباصات وضعها ايه؟ طب كذا. طب معلش اديني وصل بالمبلغ اللي هدفعه واكتب لي الخدمات دي. نعم. نعم. يبقى انت كده بوصلك انت ضمنت خدماتك. أيوة. لو اي حاجة اثر فيها الراجل. أيوة. لو انت حسيت انها غصب عنه مش بيده. نعم. يبقى نعم. تكرما منك انت تسامح وتعديها وانت كده اعتمرت والحمد لله. نعم. لا شايف انه هو اثر بطوعه وقاصد. لا بوصلك تاخد حقك. تمام. جزاك الله خير يا مصعب. بالنسبه للعمله بقى مصعب هل يغير العمله من البلد اللي مقيم فيها ولا لا هو يغير من هناك من السعوديه من ده الافضل يعني؟ لا 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 هو من الافضل ان يغير من هنا وهو مسافر او من بلده وهو من بلد المعتمد لان طبعا الشراء غير البيع في العملات فعلا وبلدك اللي انت هتبدل منها غير لما تروح بلد المنشأ او بلد العملة. نعم. نفسها. نعم. بلد العملة نفسها تديها لك غالية. كويس. اما بلد المنشأ نفسه بيديك العملة ايه؟ تمام. فانا انصح دايما مثلا واحد لو عايز يغير 1000 ريال ب80 دينار او ب83 دينار بالنسبة للكويت. اه بالنسبة للكويت هتروح تغيرها هناك داخله في 90 دينار. نعم نعم. طب انا هتقول لي طب مصعب ممكن اغير المبلغ كله وكذا؟ اقول لك تعمل حاجة حلوة غير 500. نعم. وخد البقيه ب40 مثلا او ب42 وخد ال40 دينار كويتي في جيبك مثلا. والله احتجت والزنقت غير 10 20. أيوة. كمل رحلتك ما اتزنقتش. أوه. مصاريفك معك. تمام. بس انصحك انك انت تغير هنا وعندي اللي يريحك. الدنيا مليانه صرافات عامه وصرافات خاصه وصرافات. نعم. تبع البنك المركزي. أفضل. ومعتمده وغير معتمده. طبعا. طبعا. غير طبعا. غير من هنا وخد فلوسك في جيبك وريح دماغك. ده بالظبط. بس تمام يا مصعب شكرا على اللقاء الجميل ده يا مصعب. لا ده احنا تحت امرك يا استاذ ايمن. ونتمنى ان شاء الله كل اسبوع نلاقي حاجه جديده عندك كده يا مصعب. ان شاء الله باذن الله هكون على تواصل دايما مع حضرتك. عميز. وفي اي وقت انا تحت امرك والمكتب مكتبك والمكان. شكرا. مكانك. ونرحب باي حد يجي للرحله عندنا سواء 6 ايام 10 ايام 8 ايام. تمام. احنا حاضرين واحنا تحت امركم. وفي تنبيه عفوا قبل ما اقفل مع حضرتك يا استاذ ايمن. اتفضل اتفضل. ان هو الاسبوع اللي فات الاسعار كانت 65 و75 و85 وماشيه. نعم. جم عملوا اختار على ان الاسعار دي هتتغير لان التاشيره هتزيد. نعم. فكل الناس غيرت الجداول او اغلبيه الناس غيرت الجداول على ان الاسعار هتزيد ورفعت الاسعار. نعم. بقول لكم يا جماعه ما فيش اي حاجه اتطبقت من الكلام ده كله لحد دلوقتي وان الاسعار ثابته زي ما هي. جزاك الله خير. واللي عايز يطلع على الاسعار دي احنا حاضرين وعندنا. ما عندكش خير. مشكله. اما يقول لك في زيادات وما فيش زيادات اتفق معاه قول له انا هدفع اللي في اللي انتوا ماشيين بيه. أيوة. ان جت زيادات خد مني. تمام. ما جتش زيادات انا كده دافع. تمام كلام. لكن ما تدفعش بزياده وتستنى يرجع لك فلوس او تدفعش وتقول مستني السعر. كلام جميل. لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه اتطبقت. هم فعلا بعتوا اختارات للمكاتب وعرفوا الناس لكن ما فيش اي حاجه اتطبقت وكله ماشي على القديم لحد دلوقتي وعلى الاسعار. تمام. اللي الناس بدات بيها الموسم. تمام. بالنسبه للغرامه يا ابو مصعب انا نسيت اسالك عليها لسه مطبقه ولا اتلغت الغرامه؟ الغرامات يا اخوانا اتكنسلت نهائي. الاول كانت 160 دينار. نعم. 2000 ريال. نعم. بعد كده اصبحت 300 ريال ب 25 دينار وبعد كده تم الغائها نهائيا مع رفع اسعار التاشيرات حاليا. تمام. الف شكرا يا ابو مصعب جزاك الله خير يا حبيبي. شكرا. وان شاء الله نجي لك لقاء ثاني. شكرا. اهلا وسهلا بالشاهد وقناه الشاهد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ايمن عرب من قناه سباك محترف. ارجو الاشتراك في القناه تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى الاعجاب بالفيديو. شكرا للمتابعين الكرام.